في البدء نشاهد عناوين هذه الحلقة ومن ثم نعود. حرب الأسعار بين التاجر والمستهلك، معركة وزارة التجارة مع المخالفين. في كل عام وقبيل دخول شهر الرحمة والبركة تبدأ حمى التسوق، تزدحم المحال التجارية، وتبدأ لعبة شد حبل الأسعار بين التاجر والمستهلك. إلا أن مؤشر ارتفاع السلع في هذا العام جعل النقاش ساخناً قبل دخول رمضان، إلا أنه في اليومين الماضيين حدث ما لم يكن في حسبان التجار، فوزارة التجارة استبقت الجميع، رصدت المخالفات وشهرت بأسماء التجار وأسماء محلاتهم أيضاً وتفاصيل مخالفاتهم في الصحف والمواقع الإلكترونية. يتميز شهر رمضان المبارك بواحد من أجل وأعظم السباقات الروحانية في التقرب إلى الواحد الأحد عز وجل، ألا وهو السباق نحو الخير بكل ما أوتي المؤمن من استطاعة. في زمننا هذا وبالتحديد في عامنا هذا على الأخص يبرز سباق من نوع آخر، طرفاه المستهلك والتاجر. فبينما تشتد لدى الأول حمى الشراء فيما يعرف باحتياجات الصائم من الأطعمة وما يرتبط بها من أدوات، يرفع التاجر حرارة الترمومتر صوب المستهلك مستغلاً تصاعد الطلب خصوصاً على المواد الغذائية، ما أصبح يشكل ظاهرة لم تجد من يتصدى لها بالتوعية من جهة وبالنظام من جهة أخرى. مرة والله مرتفعة، في ناس يتلاعبون بالأسعار، يعني في محلات تجارة تتلاعب بالأسعار، وفي ناس لا ما شاء الله متقيدين بالأسعار، يعني تشترين ب500 ريال تكون حلوة، أو تشترين أو 300 ريال تكون ب1000 ريال، يعني في تلاعب في الأسعار. والله الأسعار الآن مستقرة جدا جدا، يعني شيء يعني فرق شاسع عن سابقه، يعني زي على سبيل المثال مثلا كيس السكر، يعني كان قبل تقريبا 8 شهور 6 شهور كان سعره 38، الآن وصل 30 29، يعني في تنافس بين المراكز التجارية، يعني بدون تحديد، يعني علشان ما يكون الواحد منحاز مثلا مركز تسوق خاضع له أو أنه يحبه، لكن بصراحة الآن مستقرة جدا وفي تنافس، زي مثلا الشربيت التوت هذا، يعني في يعني الحمد لله العروض ما شاء الله تبارك الله شيء يعني يفوق الخيال. قبل رمضان وبعد رمضان بس يستغلون التجار تخفيضات، يخفضون على أشياء ويضربون الزبون في أشياء ثانية ما يحسبها، هو ما يحسبها، يخفض في الأشياء اللي واضحة زي كيس رز واضح قيمته كذا، نزل فيه 3 ريال 4 ريال 10 ريال، وارفع في المواد حقت رمضان الصغيرة مثل الشوربات والحلى وما الحلى، دوات حقت الحلى هذه كلها ترتفع ما حد يحسبها، ومرتفعة وكلش مرتفع، والكماليات مرتفعة، وكل في ازدياد الارتفاع، مو بالارتفاع يعني بالشهر. والله مرتفع ارتفاع هائل، يعني كل نلاحظ ما في متابعة للأسعار، من محل لمحل في تفاوت كبير في الأسعار، يمكن من سوق لسوق نفس البضاعة لكن من سوق لسوق يختلف الأسعار، ولا في رقابة لها. هي مرتفعة من قبل لكن موسم رمضان مع الأسف يرفعونها زيادة وزيادة، يستغلون الوضع. أنا أشوف الأسعار يعني فيه بعض الحاجات، يعني تنزل أسعارها، وبعض الحاجات اللي نزلت أسعارها يرفعونها بحاجات ثانية، يعني زي مثلا بعض الشركات يخفضون بأشياء معينة يعني يجذبون الزبون، ويرفعون أشياء ثانية يعوضون الخصم اللي سووه في الحاجات هذه. هي المواد الغذائية أكثر شيء، يعني مثلا السلع المستهلك أكثر شيء، ألقى المحل يعني مجمع مثلا رقم واحد، أطلع مجمع بيني وبين الشارع زايد ريلين 3 4، ونفس
الماركة ونفس كل شيء، ما أدري إيش مشكلة صراحة. ووسط اختلال المعادلة يربح التاجر ويخسر المستهلك، بينما المعنيون بالضبط والرقابة يتفرجون. حمى التسوق بين ارتفاع الأسعار وتلاعب التجار، سنتحدث في هذه الحلقة كاملة عن هذا الموضوع الهام. يسرنا أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الزومان، وهو خبير مالي واقتصادي وعضو الهيئة العالمية لخبراء المخاطر. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. حيك وحي السادة المشاهدين، وأشكر القناة الإخبارية على اهتمامها بهالمواضيع اللي تمس حياة المواطنين، وإن شاء الله يكون لطرحنا فائدة للأخوة المشاهدين. إن شاء الله. إحنا بدينا الحلقة بآراء الناس وأحاديثهم. في ناس قالوا إن الأسعار مستقرة، أحدهم ضرب مثال للسكر، قال كنا نأخذه من زمان ب38، الآن نأخذ السكر ب30، نعم، حسب المقاس اللي هو يشتريه. لكن الأكثرية قالوا إنه في تلاعب في الأسعار، فيه ارتفاعات غير مبررة، نعم، لاحظنا الزيادة بشكل كبير. السيناريو هذا مو بأول مرة نحكي عنه، كل سنة في هالتوقيت نحكي عن ارتفاع الأسعار، خاصة إحنا في برنامج الآن الموسم الثالث، ثالث مرة نحكي في هذا التوقيت تماماً. نعم. إلى متى بنحكي عن ارتفاع خاصة في هالوقت؟ أولاً بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الموضوع هذا موضوع يعني ذو أبعاد متعددة، وعند الحديث عنه يعني ينبغي أن نعطي كل بعد حقه من التحليل ومن النقاش. موضوع ارتفاع الأسعار مرتبط الحقيقة بعدة عوامل، عوامل داخلية، عوامل خارجية، ارتفاع عملات، فروقات في الأسعار العملات، العوامل السياسية، عوامل تجارية، عوامل اقتصادية ومالية أيضا، ولكن هذه كلها أشياء طبيعية عندنا وفي وعلى مستوى العالم أجمع. ولكن الحقيقة يجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان، وعلى هالقيادة الحكيمة التي يعني تلمست الحقيقة ما يمس حياة المواطن وما يعني يؤلمه وما يعاني سنويا منه، وهو مسألة ارتفاع الأسعار. حقيقة المقام السامي وسيد خادم الحرمين الشريفين أصدر عدة قرارات خلال السنوات الخمس الماضية، يعني بشكل مباشر يمس هالموضوع هذا، تصب في ضبط الأسواق، نعم، ضبط الأسعار، تصب في لحماية المستهلكين. وبالذات يا أخ عبد الرحمن الحقيقة في هناك يعني شريحة يعني متضررة تضرر يعني كبير جدا من مسألة الارتفاعات الغير مبررة في حتى ريالين ثلاثة تأثر عليهم. نعم، هو الشريحة هذه الحقيقة شريحة متدنية الدخل، ويعني أنا أذكر شخصيا يعني أنا كنت يعني قبل خمس سنوات تقريبا المستلزمات المنزلية التي أقوم بشرائها الآن تضاعفت الحقيقة بشكل مخيف. أنا يعني وأنت ويعني نعتبر نفسنا من الطبقة المتوسطة، عندنا دخول يعني الحمد لله يعني تكاد تغطي الحقيقة احتياجاتنا ومصروفاتنا، لكن المؤلم والشيء المؤثر جدا هي الشريحة متدنية الدخل التي ليس لديها يعني تشعر أنه بصعوبها الآن تلبي احتياجاتها المنزلية، نعم، من شراء، نعم، مستلزمات غذائية، مواد منزلية. صحيح. هناك الآن طبعا احنا مقبلين على مجموعة مواسم، موسم رمضان، شهر رمضان الكريم، وهو شهر الرحمة، ثم موسم العيد، عيد الفطر المبارك، ثم بعد ذلك مشيئة الله تعالى موسم بداية العام الدراسي القادم. هذه الأمور الحقيقة في ظل عدم السيطرة بالشكل المناسب على ارتفاع الأسعار الغير مبرر، هذه الحقيقة يعني يؤدي إلى تبعات أخرى من ناحية اجتماعية، من ناحية أخلاقية، من ناحية يعني ليس. طيب الآن كيف تشوف السيطرة الآن؟ هل السيطرة يعني تم التحكم بها من قبل الجهات الرقابية المعنية، ولا تشوفها فلتانة شغلة؟ والله الحقيقة يعني لابد أن نشيد الحقيقة باللمسات التي بدأت تبرز الحقيقة من قبل معالي وزير التجارة الدكتور توفيق، والحقيقة هو رجل إن شاء الله أنه في المكان المناسب. أيضا وكالة الوزارة لشؤون المستهلك بدأت الحقيقة تتحرك بشكل يعني ملحوظ، ولكن هل وصلت إلى المستوى الحد الأدنى المأمول؟ الحد الأدنى لا، الحقيقة هناك مسافة. قد تكون أهم العوائق في 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 هذه العملية الحقيقة هي الأنظمة،
الأنظمة وأيضا والسلوك الاستهلاكي لدى 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 كيف المواطن. كيف لحظة كيف نعم. الأنظمة هي اللي تعيق السيطرة على ارتفاع الأسعار؟ نعم. إحنا من اليوم نحكي وأنت تقول إنه في أنظمة تدفع وتدعم على المحافظة على استقرار الأسواق. نعم. كيف يصير في أنظمة؟ نحن على مستوى الخليج لدينا فيما يتعلق بحماية المستهلك ما مجموعة تقريبا 6 أو 7 أنظمة. نحن الدولة الأكثر في عدد الأنظمة التي تحمي. يعني موجودة أنظمة. نعم موجودة الأنظمة موجودة ولكن هناك نقطتان. النقطة الأولى اللي هي الالتزام بتطبيق هذه الأنظمة. النقطة الثانية وهي الأهم وهي ضعف هذه الأنظمة في مسألة العقوبات للمخالفين. كيف تجد أن المخالف مثلاً في أحد الأنظمة يدفع ما يقارب 50,000 ريال كغرامة قصوى يتحملها نتيجة المخالفة. بينما هو يربح مئات الملايين، فلا يوجد هناك مقارنة ولا رادع. في دول أخرى يعني أفضل يعني متقدمة عنا في 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 هالمسائل هذه، هناك الحقيقة روادع أخرى وهي الحقيقة مؤثرة تأثير أكبر من مسألة الناحية المالية. الناحية المالية قد الإنسان يتجاوزها بسهولة ويعود، لكن الناحية الأخرى وهي الأهم اللي هي ناحية الإيقاف بشكل او العقوبات الحقيقه اللي تصل الى يعني درجه التجريم في بعض الممارسات. طيب انت قلت لي اول نقطه ضعف تلحظها على الانظمه المعنيه بضبط الاسواق عدم الالتزام. من مين عدم الالتزام؟ عدم الالتزام اولا من التجار، ثانيا من الجهات الرقابيه. لا هي الحقيقه لا تقوم بعمليه التطبيق كما ينبغي وهي معذوره الحقيقه، يعني يجب ان لا نلومها لانها يعني لانها لا تقوم بواجبها. هي لا تستطيع القيام، هي تود القيام ولكن لا تستطيع. مثلا اعطيك مثال، الان نحن الحقيقه في عندما صدر قرار سيد خادم الحرمين الشريفين بانشاء جمعيه لحمايه المستهلك. نعم عفوا نعم لحمايه المستهلك، جمعيه ضمن مؤسسات المجتمع المدني. نعم هي جمعيه اهليه لحمايه المستهلك ولها الحقيقه لها نظام صادر بمرسوم ملكي وصادر عن طريق مجلس الوزراء، وحدد من ضمن الاشياء من ضمن الامور المهمه والعوامل الاساسيه في نجاح هذه الجمعيه في اداء دورها ويعني دورها الرقابي والتوعوي ودورها ايضا الداعم لمسألة حماية المستهلك هو توفر الموارد. ما يؤسف الحقيقة وهذا شيء يجب أني أذكره، وأنا يعني أتمنى أنه يعني يتم تقبله بصدر رحب من بعض الأخوة، ولكنه ذكر في المادة 18 من نظام الجمعية حماية المستهلك اللي هي موارد الجمعية في النقطة الثالثة تتكون من إيرادات الجمعية من المصادر التالية: الإعانات الحكومية، ريع المطبوعات والنشرات، عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة، واشتراكات العضوية في الجمعية، والهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا. والنقطة الرئيسية اللي هي نسبة 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة. أنا أود أن أسأل يا أخي عبد الرحمن الآن من هو الذي يدفع هذا المبلغ للتصديق، لعملية التصديق؟ المواطن اللي يدفع. المواطن الذي يدفع. إذن التاجر هو يعني أو الغرف التجارية هي متلقية من المواطن. المواطن يعني عندما يتعامل مع الغرف التجارية، والمفروض الغرف التجارية تدفع هالفلوس وتسلمها حسب الأنظمة لجمعية حماية المستهلك. نعم للأسف طلعتنا إحدى الصحف اليوم، أتمنى أن الكاميرا تركز على الخبر هذا الحقيقة بشكل مؤسف. نعم اليوم يعني الخبر هنا ماذا يقول الخبر؟ يقول أنه تطبيق القرار مجلس الوزراء يعني وصفها بعبارة لا أريد أن أقولها ولكنها مكتوبة الحقيقة، يعني ما أنا يعني عنوان حماية المستهلك تقاضي غرفة الرياض لتسديد حصتها، والغرفة تعتبرها بين قوسين شحاذة. يعني ان لما المقام السامي شو هذا؟ هذا نص النظام القانوني انه يعطونه. انا اريد انا اريد تفسير الحقيقه من الجهات الرقابيه ان تقوم بتطبيق. عندما الحقيقه وصلت المساله الى هذا المستوى لا بد من من من, من, من ان يكون هناك تدخلات لتطبيق الانظمه. هذه الانظمه الانظمه وضعت لحمايه المجتمع قبل ان تكون لحمايه التاجر. نعم نحن في اقتصاد حر في سوق مفتوحه، ولكن هناك أنظمة تضبط العملية العلاقات بين المتعاملين داخل هذا. يا سيد الرحمن، لو أديت هذه الرسوم المالية وعطوها جمعية حماية المستهلك بتنضبط الأسواق؟
نعم الجمعية حماية المستهلك في 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 الولايات المتحدة الأمريكية الآن مثلاً مجلة حماية المستهلك مجلة المستهلك في 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 الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة لها أثر بالغ جداً في مسألة تنظيم عمليات المقاطعة ممتاز وعمليات توعية المستهلكين وعمليات يتخوفون منها رجال الأعمال والمتاجر والمحلات لأن لا يتعرضوا لأي سعد الرحمن بيكون معنا رشود الشقراوي نائب رئيس الجمعيه بعد شوي ودي ناجل النقاش الخاص بالجمعيه معه اذا سمحت بس خليني باخذ اتصالات الحين فهد من حفر الباطن تفضل فهد فهد اسمعني من التلفون الله يخليه قصر التلفزيون طيب محمد محمد من الرياض تفضل اخوي محمد مساك الله بالخير يا هلا والله مساك الله بالنور شهر عليكم مبارك مقدما ان شاء الله علينا وعليك ان شاء الله تبارك الجميع يعلم أن المقام السامي كل أوامره تصب بمصلحة المواطن صحيح لكنها عطلت من عطلها ومن المستفيد هذا واحد اثنين ضيفك الكريم لماذا لا تنشأ جمعيات خاصة بالأحياء اسمه بالكويت والإمارات ويكون فيها اشتراك يعني ممتاز ويتولي إدارتها أعيان الحي أو من يرون وهذه تجربة ناجحة احنا نشوفها في دول مجاورة كثير جمعية الأحياء في الكويت وأنا أعرف أخوان من الكويت يا أخي يأخذ بأسعار مخفضة وريعها أرباحها ترجع لأهل الحي ممتاز اثنين طال عمرك أتكرمت لماذا لا تصرف بطاقات برسوم مخفضة للمستحقين وتأخذ بحيث أن يضمن لهم المواد الضرورية وتكون عالية الجودة ما هو بنفس ما تفضل اللي هي نظام الشهادة لا نبغى نرتقي شوي الدولة تكب مليارات في مصلحتنا تعطل هذه القرارات ولا نعلم أن يعطلها شكرا لكم ووفق الله الجميع ودام علينا عز الوطن الله يعافيك أمانة. الله يعافيك أخوي محمد محمد اقترح جمعيات الأحياء يعني هذه احنا نشوفها تجربة ناجحة في كثير من الدول اللي جنبنا ليش ما نسويها حقيقة من هالمنبر هذا قبل الحقيقة يمكن أتوقع سنتين أو ثلاث سنوات كان هناك حديث مع وكيل وزارة التجارة شؤون المستهلك واقترحنا من هالمنبر هذا المنبر الأخباري الحقيقي المنبر هموم المواطن اقترحنا أن يكون هناك إنشاء جمعيات تعاونية يتم الحقيقة بيع فيها المواد الأساسية والسلع بأسعار تكون الحقيقة تكون في متناول يد الجميع وتكون في حدود يعني بطاقات أو كميات محددة يتم يعني بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي في المملكه وشرائح المجتمع السعودي احنا الان يعني لا نطالب ان تكون عندنا الحقيقه منافسه للتجار يعني كيف يعني هي مطلب اقتصادي مهم هي طبعا هي الان اصبحت ضروره ملحه جدا لعمليه ايش لعمليه التوازن خلق التوازن في زين خليني باخذ دكتور رشود الشقراوي نائب رئيس جمعيه حمايه المستهلك اهلا بك دكتور رشود يا مرحبا ومسهلا حياك الله استاذ عبد الرحمن دكتور شود يعني حديث المجالس خاصه يعني من خمسه ايام تقريبا وزاره التجاره يعني سوت يعني اجراءات واعمال خاصه في الخمس ايام الماضيه يعني اشاد بها المجتمع يعني ضبطوا مخالفات في محلات وشهروا باسمائها وشهروا بالمخالفات قالوا ان مسكنا عند اليور مارشيه يعني مشروب يعني حاطين سعره مخفض بينما هو اعلام مضلل قالوا مسكنا عند سواق التميمي ترويج لحليب منتهي مدته قالوا أنه شركة الدانوب أيضا مخالفين عندهم مواد منتهية الصلاحية الجمعية اللي أنتم تقومون عليها الناس يبون منكم مثل هالإعلانات هذه ما يبون منكم جهد جبار يعني يمكن في نقص ميزانيات إحنا نتفق معكم لكن مثل هالجهد البسيط والملاحظات هذه ما كنتوا تقدرون تسوونها؟ طبعا في البدايه اشكرك استاذ عبد الرحمن واشكر ضيفك الكريم على يعني وتوضيح نقاط مهمه في دور حمايه المستهلك لكن يجب ان نوضح للمستهلك الكريم انه جمعيه حمايه المستهلك لما تبنتها او اصدرت قرارها اللي هي مجلس الوزراء كان هدفها تلقي واحده من اهدافنا تلقي الشكاوي يجب ان نوضح انه نحن لسنا يعني تشريعيين ولا تنفيذيين ان هدفنا
مكتب أسميه في الواقع مكتب خدمات استشاري مجان للمستهلك، يتصل على الجمعية ونقوم بتقييم الشكوى وتوصيلها للجهات. نحن ما نستطيع أننا في الواقع يعني نقوم بزيارات للأسواق بشكل كما تقوم بها الجهات اللي من سنوات زي وزارة التجارة. بس دكتور شو تقدرون تطورون آلية العمل شوي، يكون في جهود توعوية، في ضم متطوعين وزارة التجارة في التشهير ويعني المراقبة الشديدة، ونحن في الواقع يعني جمعية حماية المستهلك هي مؤازرة. دكتور إذا تسمح لي دكتور شود، تفضل. يعني الناس آخر شيء يتمنونه أنهم يسمعون منك هالكلام، أنك تقول إحنا بس مكتب نتلقى الاستشارات. الناس يتمنون أنت اللي توعيهم، أنت اللي طالب حقوقهم، أنت اللي تحرص عليهم، أنت اللي تقف أمام جشع التجار عشان ما يوصلهم. كيف تقول إحنا مكتب تنسيق بس؟ أنا بقول لك شغلة، يعني قبل كل حاجة إن عندنا طبعا مركز، إنه مركز تلقي الشكاوي. الحمد لله مرت علينا أكثر من 3000 شكوى وعالجتها الجمعية. صحيح لم تظهر للإعلام بشكل كبير، لكن هذا المستهلك يعني حولتوها لوزارة التجارة يا دكتور. نحتاج في الواقع إلى معرفة المشكلة أساس تحل بطريقة يعني حولتوها لوزارة التجارة دكتور ولا كيف؟ لا تضر التاجر ولا تضر المستهلك. يعني العملية ما هي مسألة أنك يعني تأخذ الأمور بشكل يعني قوي. الدور أو جزء من التوعية أنك توعي المستهلك كيف يأخذ حقوقه بالطريقة النظامية، لأن بلد تحكمها نظام يعني مرتب على أساس أن المستهلك يعرف كيف يأخذ حقوقه بطريقة يعني مرتبة وثابتة. ولكن في شغلة أخرى مهمة، أنه يعني المستهلك يحتاج إلى جمعية تدعمه في أخذ حقوقه، وهذا في الواقع الدور اللي نقوم فيه يعني بشكل يعني واضح. طيب دكتور للمستهلك، دكتور يعني الشكاوى أنتم تحولونها لوزارة التجارة؟ هو مو قضية اسمها التحويل، أول حاجة إثبات لأن أي شخص يشتكي يقدر يكلم التجارة يشتكي لهم على طول. لو سمحت دكتور رشود، دكتور رشود لو سمحت لي يا دكتور رشود لو سمحت لي، معلش على المقاطعة اعذرني الحقيقة، هذا تقرير صادر من جمعية حماية المستهلك يقول أن هناك عدد الشكاوي يعني في الموقع الإلكتروني وفي الهاتف وفي شكاوي فقط تقريبا ما يقارب 1000 شكوى، وهناك ايضا اللي هو عطني الجوال لو سمحت. وايضا اللي هو البلاغات في 165 بلاغ، والاستفسارات 428 استفسار. طبعا انا معلش يا دكتور رشود، انا احيي الحقيقه يعني تواصلك مع الجهات الاعلاميه، لكن لابد ان نذكر ان هناك قصور الحقيقه واشكاليه في الجمعيه. الى الان لا يوجد لها لا رئيس ولا نائب رئيس، يعني بشكل نظامي نتيجة تأخر وزارة التجارة باعتماد والتصديق على المجلس الإدارة الجديد، وهذه نقطة تكون تضعف موقف الجمعية من ناحية، بالإضافة إلى النقطة الحقيقة المخلة والمؤسفة التي يمارسها التجار على رأسهم كبيرهم الذي الحقيقة جمعهم وحثهم على عدم التعاون وعدم تطبيق نظام سامي كريم صادر بقرار سامي كريم. هذا حقيقة تحدي للدولة، يضاف إلى التحديات التي كلما أقدم خادم الحرمين الشريفين على مكرمة طيب معينة كلما الحقيقة دكتور زادت دكتور شود الآن كيف رصدتوا الآن الواقع الشرائي في المملكة، واقع أسعار السلع؟ هل رصدتوا فيها ارتفاع مبالغ فيه؟ هل رصدتوا إعلانات مضللة؟ شوف أنا ودي أطمنك بقضية بالنسبة للأسعار، هذا الدور وزارة التجارة في وسائل الإعلام أثبتت وزارة التجارة أنه الأسعار ولله الحمد يعني لم تشهد. ترى على فكرة لا يعتمد دكتور على دكتور أنت ألغيت أدواركم كلها هالحين دكتور، لقيت الشخص السعر هذا غالي أو مرتفع، لكن يجب أن تقوم بها يعني وزارة التجارة تقوم بدراسات ميدانية وتضع يعني معايير واضحة الأمور. الشغلة الثانية يجب أن نفرق بين السعر وبين التلاعب بالسعر. تحديد السعر هذا أمر ثابت تقرره وزارة المالية مع الوزارة مع وزارة التجارة، وتضع سعر محدد للسلعة. لو صار فيه اختلاف في السلعة، مثلا لقينا في محل أغلى من محل، هذا هو اللي يجب أن نقف جميعا ضده. لكن السعر يرتفع السعر عالميا، يعني ارتفاع الأسعار ما هو يعني زي ما قال الأستاذ الزومان، يعني قال كلام جميل أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على السعر، ليست مجرد أنه والله لقيت السعر مرتفع ما ناسبني هالمرة أقول لا، يتخضع الأسعار. طيب دكتور شود، من قبل وزارة التجارة وزي ما قال الأخ زومان السوق مفتوح. دكتور يعني آخر سؤال إذا سمحت لي، يعني في شباب عندهم الهمة وعندهم الرغبة الصادقة
يبغون يتطوعون في هالمجال، ليش ما تفتحوا المجال للتطوع إذا كانت أموركم المالية يعني ناقصة شوي؟ خلوا الشباب المتطوعين هذول على الأقل يمارسون الأدوار اللي ما مارستها الجمعية اللي الناس يتمنونها منها. خسارة، فقدنا الاتصال بالدكتور شود الشقراوي، وضح لنا كثير من الجوانب، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، شكرا جزيلا لك. مواقع التواصل الاجتماعي دار فيها نقاش كبير جدا جدا جدا، خاصة بعد التغريدات اللي جاءت في موقع تويتر اللي ذكر فيها معرف وزارة التجارة والصناعة من 5 أيام تقريبا أنه تمت مخالفة محل اليورو مارشيه لأنه نشر إعلام مضلل لمشروب بريالين و95 هللة، وعند المحاسب يحتسب واحدة بذلك السعر وغيرها بضعف السعر. وقبل 3 أيام أيضا تغريدة من حساب وزارة التجارة صرح بأنه تمت مخالفة أسواق التميمي صباح اليوم للترويج الرمضاني لحليب أبو قوس منتهي الصلاحية. أسواق بحجم التميمي تبيع شيء منتهي الصلاحية وتسوي عليه عرض بعد. اليوم في الصحف أيضا فيه تشهير بمخالفة وزارة التجارة الله يعطيهم العافية، يعني نمط عمل أثار ارتياح كبير في الشارع السعودي، شهروا بشركة الدانوب المواد الغذائية والكماليات النشاط المخالف اللي هو عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية. يعني الدانوب والتميمي من أكبر الشركات عندنا للأسف يبيعون مواد منتهية الصلاحية. الله يبيض وجهكم وزارة التجارة. خلونا نشوف في هالتقرير الحراك اللي تم في مواقع التواصل الاجتماعي وبعد نرجع. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين جدلاً واسعاً حول أسعار السلع الغذائية، وخصوصاً في موقع تويتر حيث فتح الجدل مع أول تغريدة أطلقها الحساب الرسمي لوزارة التجارة، وجاء بتغريدتين. الأولى نصت على مخالفة اليورو مارشيه لإعلان مضلل لمشروب بسعر 2.95 هللة، وعند المحاسب تحتسب واحدة بذلك وغيرها بضعف السعر، وألزموا بالتخفيض وبمعدل 5 قوارير للفرد وإلغاء الإعلان. أما التغريدة الثانية حظيت بإعادة إرسالها من ما يقارب 5000 متابع، ونصت على مخالفة أسواق التميمي صباح اليوم للترويج الرمضاني لحليب أبو قوس منتهي الصلاحية ومصادرة الكميات وتعويض المستهلكين. ودعت هذه التصريحات مستخدمي تويتر للوقوف مع الوزارة وتأسيس هاشتاج اسمه ادعموا الوزير، وآخر تحت مسمى كلنا وزارة التجارة، وهو الأمر الذي لقي تفاعلا واسعا من المتابعين. التعليقات في تويتر لم تكتفي بتوبيخ المتاجر المخالفة، بل شملت أعدادا كبيرة من المقترحات، جاء من أبرزها مقاطعة التجار والشركات المتلاعبة وتفعيل الشكاوى والرقابة التطوعية من المواطنين. ودافع رواد تويتر بتغريدات وقفت مع وزارة التجارة ضد المحال التجارية المخالفة التي تعتزم رفع شكوى ضد الوزارة للتشهير بها، إلا أن المتابعين استنكروا هذا الاحتجاج رغم المخالفة الصريحة للأنظمة. هذا الإجراء اللي سوته وزارة التجارة مقدر ومشكور ونشد على يديهم والله يعطيهم العافية، نبي أكثر منه، المتلاعبين واجد، نبغى نشوف أساميهم كلهم. العادة جرت أنه فقط المتلاعبين بالإسمنت وشعيرهم اللي نشوف أساميهم في الصحف، المرة هذه وزارة التجارة خطت خطوة هامة ونقلة نوعية لقت ارتياح كبير، المخالفين في بيع المواد الغذائية شهرت بأسمائهم والمخالفات اللي سووها. الغريبة أنه رغم المخالفات اللي سووها يقولون بيشتكون وزارة التجارة. أستاذ رحمة وش رأيك يعني؟ يعني هذول لا استحوا وباعوا أمور خالفوا فيها وأمور منتهية الصلاحية مواد غذائية، إضافة إلى ذلك يحطون عروض ترويجية مضللة وبيشتكون. نعم. وش رأيك في هالجماعة؟ الحقيقة طبعاً يعني من أمن الحقيقة العقوبة العقوبة أساس سلوك الحقيقة، وهذا الحقيقة ودولة وهذه إجراءات وأنظمة تطبق على الجميع يجب احترامها. الآن لما أنت تعترض على مطالبة بتطبيق نظام وفي الصحف وبأسلوب الحقيقة
يعني لا لا يندى له الجبين. أنت كتاجر عليك دور وطني، ليس أن أن أنه تضخم حساباتك البنكية على حساب المواطنين، ولا أنت هي المسألة يعني دورك الوطني والاجتماعي. الدولة أعطتك التسهيلات والقروض المجانية، وأعطتك فتحت لك أبواب الاستيراد والتصنيع والدعم الكامل بكل صحيح. الطرق لا لسواد عيونك، ولكن من أجل توفير سلعة ضرورية وأساسية للمواطنين. بالتالي أنت لما تقوم ببيعها الحقيقة يجب أن تكون تراعي هذه النقطة. أنا أود الحقيقة أن يتطرق لآلية عمل المتاجر في أي ناحية؟ من ناحية كيف تعرض البضائع، من يملك هذه البضائع الموجودة على الرفوف، وكيف يتم عملية والإعلانات المضللة. لأن بيان وزارة التجارة قالوا أنه في إعلانات مضللة يا جماعة يحطونها، الظاهر لك أنه هذا المنتج كله بهذا السعر، لكن إذا رحت للمحاسب أحيانا ما تنتبه، تلقى فقط علبة واحدة من المنتج بالسعر المعروض والعلبة الثانية بضعف السعر. صحيح، يعني يضللون الناس بشكل واضح. هذا 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 هذه ممارسة تضليل. نتيجة طال عمرك أنه ما هناك الحقيقة روادع، يعني بالله كيف يجرؤون، كيف يجرؤون يخادعون بهالشكل؟ يعني وصلوا إلى هالمرحلة من الخداع. يعني تتوقع أنه مرت عليهم سنوات من السبات ما كان أحد يجيهم ولا يفتش عليهم؟ صحيح. وتجرأوا على هالأسلوب؟ لا طبعاً، هل الحقيقة توجه من وزارة التجارة يعني سيكشف في الأيام في المستقبل القريب الحقيقة أمور كثيرة. إحنا نتكلم في جزئية بسيطة. لا، وفي نقطة أيضاً، الغش التجاري، السلع المقلدة، الحقيقة ما يضر بصحة المواطن وما يضر بميزانيته ويضر بشكل مباشر. يجب أن يتوقف هذا. أنا أقول لزعيم التجار ولا أريد أن أقول عصابة، لأن هناك جزء كبير من الحمد لله من التجار نعتز بهم ونعتز بالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ثم الحقيقة يراعون بلدهم والقطاع الخاص ما وجد ولا دعم إلا لمساندة الدور الحكومي لتكميل الدور الحكومي، فلا يكون بالشكل المعارض والشكل المعاكس توجهات الاتجاه الحكومي لدعم المواطن وزيادة الرفاهية وتوجهات التجار هالممارسات الخاطئة التي الحقيقة يعني يجب أن يعني يتم الضغط والتشهير وزيادتها. وفي مصادر أكدت لي أنه التشهير بالثلاث محلات هذه سيتبعه تشهير أكبر أيضا بكرة في الصحف، احتمال نشوف تشهير بجهتين أيضا تقدم بيع المواد الاستهلاكية، إن شاء الله بيتم التشهير بها وإن شاء الله بيكون في خطوات أكثر إن شاء الله. الآن هاتفيا ينضم لنا الأستاذ صالح الخليل، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك. أهلا بك أستاذ صالح. مرحبا أخي عبد الرحمن، أحييك وأحيي الدكتور عبد الرحمن الزومان والأخوة السادة المشاهدين الكرام. أهلا، نحييكم على هالجهود، يعني لقت ارتياح وأصداء طيبة في الشارع، يعني تشهير بالمخالفين في بيع المواد الغذائية بأسمائهم مخالفاتهم، الله يبيض وجيهكم. مستمرين إن شاء الله في هالنهج؟ أكيد أخي عبد الرحمن، أنا أولا أشكرك وأحيي أكرر تحياتي للدكتور عبد الرحمن. طبعا لا شك أنه وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى بذل المزيد من الجهد في مجال الاهتمام بقضايا المستهلك. أيضا التفاعل الذي حظيت به وزارة التجارة والصناعة وخصوصا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والبلاغات التي ترد للوزارة من المستهلك، أكد لك أخي عبد الرحمن أنه سيدعم جهود الوزارة ويؤدي إلى تفعيل أدائها الرقابي لتحقيق غاياتها في الاهتمام بشؤون المستهلك والاهتمام بكل القضايا. أستاذ صالح، يعني في مصادر أكدت لنا أنه ممكن يكون فيه أكثر من جهتين بيتم التشهير بها، وفيه أيضا يعني تشهير بمخالفين أكثر الأيام الماضية، هل بالإمكان تأكد لنا هالموضوع؟ طبعا الوزارة يعني تحرص كل الحرص على عملية التشهير، هذا شيء من المسلمات فيه. ممتاز. هناك عدد من المخالفين، الوزارة أثناء جهودها الرقابية وما تتلقاه من بلاغات سواء عن طريق الجولات المكثفة لمراقبي وزارة التجارة والصناعة أو ما يردها من بلاغات، تحرص دائما على يعني معالجة كافة السلوكيات السلبية في السوق المحلي، ومن ذلك الأدوات أداة التشهير. أبترك الداخل معه بس أستاذ صالح، كنا من شوي مع دكتور شود الشقراوي نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، يعني حسيت من كلامه أنهم فقط هم مكتب تنسيقي لاستقبال الشكاوى واستشارات، هو قالها كذا، يعني ألقى أو رمى بالكرة كلها عليكم في هالمسؤولية، أنتم تتحملون الموضوع هذا كله؟
لا شك أخي عبد الرحمن، طبعا جمعية حماية المستهلك هي جمعية من مؤسسات المجتمع المدني. وزارة التجارة والصناعة لديها أنظمة وتطبق كافة الأنظمة. أيضا لدينا، أود أذكر في الأمر السامي الكريم الذي صدر في 13/4/1432، وتضمن بأن على وزارة التجارة والصناعة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائن من كان مخالف. ممتاز. لا شك أنه الوزارة طبعا تقوم بتنفيذ هذه الأنظمة والأوامر. حقيقة يعني معالي الوزير له جهود كبيرة في هذا المجال، ويهتم شخصيا في عملية بعض التنظيمات وبعض ما يؤدي إلى عملية الشؤون وقضايا المستهلك. طيب أستاذ صالح، خلنا نتكلم الآن عن السلع. كيف رصدتوا الإقبال خاصة في الأسواق التجارية والمحال، إقبال الناس على السلع الآن وتوفرها؟ يعني بعض الناس يتحدثون أنه في بعض السلع المطلوبة بدأت تنقص في الأسواق. عبد الرحمن، طبعا احنا وزارة التجارة والصناعة منذ شهر رجب وخلال هذا الشهر شعبان، أي قبل شهرين من شهر رمضان، بدأت في عملية رصد للتأكد من توفر كافة السلع الرمضانية في الأسواق المحلية، وأيضا مدى ملائمة أسعارها. يعني أوضحت نتائج جولات مراقب الوزارة التي اليوم صدر إعلام من وزارة التجارة والصناعة توفر، يعني وفرة المعروض من السلع الرمضانية في الحمد لله ما في أي نقص، وأيضا تعدد الخيارات للسلع الواحدة. كذلك لاحظنا في السوق أيضا منافسة فاعلة وقوية بين الأسواق المركزية، تمثل ذلك في تقديم تلك المراكز لعروض ترويجية على معروضاتها السلع. هذا لا شك طبعا يصب في مصلحة المستهلك. أود أكد أخي رحمه أنه الوزارة لن تقف في جولاتها عند هذا الحد، بل سوف تستمر بمشيئة الله حتى أثناء خلال شهر رمضان المبارك. طيب الحين مؤشر أسعار السلع في رمضان أنتم بتدشنونه بكرة أظن ولا؟ مؤشر أسعار السلع الرمضانية سوف يطلق اعتبارا من صباح يوم الأربعاء بمشيئة الله. طبعا هو المؤشر يعرض عدد من السلع الرمضانية في عدد من المراكز التجارية في 27 محافظة من محافظات المملكة. هذا المؤشر يعتبر أيضا إضافة إلى مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية اللي هو يطلق أيضا يوميا حاليا في عدد من المراكز التجارية في 27 محافظة. طيب أستاذ صالح، أنتم اجتمعتوا في وزارة التجارة قبل الموسم هذا مع كبار التجار، وش كانت الاتفاقية بينكم أنتم وياهم عشان ضبط الأسعار؟ حقيقة هذا الموضوع أتى بمبادرة من وزارة التجارة والصناعة. والمبادرة هذه رعاها معالي وزير التجارة والصناعة. هذه المبادرة طبعا تهدف إلى عملية الحفاظ على استقرار أسعار السلع في المراكز التجارية الكبرى في المملكة. تم دعوة عدد من المراكز التجارية وتم التوقيع على مذكرات تفاهم لاستقرار الأسعار. شكل على أثر هذه الاتفاقية لجنة في وزارة التجارة والصناعة مشكلة من مندوبين من المراكز التجارية تجتمع بصفة أسبوعية يوميا. طبعا هذه المذكرة التفاهم في مجموعة أسعار تهدف الوزارة إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع وعدم رفع أسعار هذه السلع. طيب أستاذ صالح، أيضا عدم السماح لأي مورد بزيادة الأسعار إلا بعد طبعا الرجوع لوزارة التجارة والصناعة. طيب أستاذ صالح، يعني للأمانة هناك ارتياح كبير في الشارع العام السعودي لهذه العمليات اللي أنتم سويتوها والتشهير بالمخالفين. في مخاوف الآن أنه هالشركات والتجار هذول يضغطون عليكم في الوزارة، الآن يهددون برفع شكاوى عليكم، أنه يعني تتراجعون أنتم عن هالخطوة وما عاد تشهرون بهم، أو أنه بعد رمضان تنسون هالموضوع، وش رأيك؟ أخي عبد الرحمن، أنا ذكرتك أنه وزارة التجارة والصناعة يعني التشهير الذي تم بناء على وجود أنظمة وأوامر صادرة في هذا الشأن. ممتاز. فالآن بدأنا نطبق. لن تتراجعون إن شاء الله. تفعيل تطبيق الأنظمة. يعني أنا أحب أني أرجع لبداية الحلقة إذا سمحت لأخ عبد الرحمن. تفضل. وأشير إلى نقطتين يمكن الدكتور عبد الرحمن ذكرها، اللي هي السلوك الاستهلاكي وأيضا الأنظمة. ففيما يتعلق في الأنظمة.
الوزارة الآن وبناء توجيهات مع الوزير لدينا الآن عملية دراسة وتحديث لمعظم الأنظمة في وزارة التجارة والصناعة، وحقيقة فيما يخص وكالة الوزارة لشؤون المستهلك هناك أنظمة تتعلق بشؤون المستهلك الآن تدرس في جهات عليا. فيما يتعلق بالسلوك الاستهلاكي وهذه نقطة أشار لها الدكتور عبد الرحمن وأنا أيد فيها، الحمد لله يعني يجب أنه الجميع يعي أنه وأحب أكد في هذا الجانب أنه وفرت السلع المعروضة في الأسواق والمحلات التجارية، يعني السلع ترى موجودة والحمد لله. بيتداخل معك أستاذ عبد الرحمن بالعديد من الخيارات من هذه السلع. في مداخل عندنا أستاذ عبد الرحمن. أحييك يا أستاذ صالح الحقيقة وأحيي جهود الوزارة يعني الخطوات اللي كانت مأمولة من فترة طويلة، لكن مع قدوم الوزير الربيع إن شاء الله يكون القادم أفضل وأقوى والتطبيق أفضل. الحقيقة إحنا لا يعني التجار هم جزء منا، جزء من مجتمعنا، هم منا وفينا، فيجب أن يكون الحقيقة مصلحتهم في ظل مصلحة المجتمع، ليس يعني وليس القصد هو محاربتهم أو معاكستهم. لكن أنا حبيت أسألك عن نقطتين. النقطة الأولى تكدس البضائع في الموانئ الجافة والموانئ البحرية، ما دور وزارة التجارة في عملية حث التجار على تخليص البضائع لتوفيرها في الأسواق؟ والنقطة الثانية، هذه نقطة مهمة. والنقطة الثانية قبل 3 سنوات من هالمنبر هذا إذا تذكر أستاذ صالح تحدثنا عن جمعيات التعاونية أو جمعيات الاستهلاكية اللي تتوفر في الأحياء، ما حدث على الأمر باختصار تكفى أستاذ صالح؟ لا طبعا دكتور عبد الرحمن، يعني بالنسبة للجمعيات التعاون الاستهلاكية في مجلس للجمعيات التعاونية، هذا المجلس تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، أنشئ المجلس الآن قائم. طيب والموانئ، والموانئ أستاذ صالح؟ الموانئ لا شك أنه يعني حنا نحث التجار على تخليص البضائع، ولا شك أنه طبعا تأكدنا خلال الشهرين هذه احنا بدأنا من بداية شهر رجب في عملية التأكد من وفرة المعروض، الحمد لله السلع معروضة وكافية للاستهلاك. طيب ممتاز. وتكاد تزيد عن حاجة يعطيك العافية الاستهلاك في السوق المحلي. يعطيك العافية الأستاذ صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك، تسلم. نبي ناخذ اتصالات معنا من عبد العزيز الحدود الشمالية. عبد العزيز تفضل. تفضل اخوي عبد العزيز. طيب إذا عبد العزيز مو بجاهز سعد من حفر الباطن، تفضل سعد. نعم عليكم السلام. يا هلا تفضل. السلام عليكم. السلام والرحمة، تفضل سعد. سعد بدي أعلق على الأخ أرشود الدكتور. إي نعم. جمعية حماية المستهلك. إي. أنا المرضوي يقوم يعني بالحماية المستهلك للمحلات التجارة، المحلات التجارية اللي مزودة الأسعار على إي مواطنين وقاعد يتحرب منها الله يجزاه خير ويقطع على التجارة. التجارة ما قصرت ولو أنها يعني ما ركبتهم غرامات يعني. طيب واضحة فكرتك سعد، واضحة تنتقد دور الجمعية وتتمنى أن حضورها يكون أكبر وأنها تمارس الحماية. ناخذ اتصال ثاني معنا. علي من مكة، تفضل علي. السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا والله وسهلا. عليكم السلام، تفضل. اول شيء اشكركم على البرنامج هذا واحيي ضيفك الكريم. العفو علي، تفضل. الله يسلمك. بغيت اسال الحين في شاشات موجوده اي في البنوك موجوده الاسعار كلها، يعني الواحد عارف هذه كم. طيب ليش ما تصير شاشات كبيره يعني في المحلات هذه الكبار؟ انا اعرف يعني اطالع كذا اعرف ان هذه زياده ولا نقص. انا كيف اعرف ان اليوم زايد الحليب ولا زايد اللبن ولا؟ أخي علي سمعت مداخلة الأستاذ صالح الخليل وكيل وزارة التجارة؟ قال بكرة بيدشنون مؤشر أسعار السلع. يقترح هو على ما فهمتني يقترح وجود مؤشر في المراكز في التجارية، في المراكز نفسها في الأسواق التجارية، مؤشر يوضح أسعار السلع اليوم يعني حسب مؤشر وزارة التجارة. هذه فكرة جيدة. طيب هذه الفكرة إن شاء الله يسمعونها الأخوة في وزارة التجارة أو القائمين على الشؤون البلدية أو الأسواق نفسهم، لكن مؤشر الأسعار الخاص بالسلع الرمضانية بكرة بيدشن، وباستطاعتك أنك يعني تستخلص منه يوميا متغيرات الأسعار والفروق فيها. يعطيك العافية. الاتصال الثالث. طيب حتى يجهز ما بقى معنا وقت كثير. الآن احنا شفنا جهد وزارة التجارة، نعم، واستمعنا لمداخلة دكتور رشود، نعم، يعني هم أكثر جهتين فاعلتين في حماية المستهلك، نعم،
كيف نقدر نوحد الجهود ونفعلها اكبر سواء في ناحيه وزاره التجاره او ناحيه جمعيه البنك المستهلك؟ اسمح لي يا استاذ عبد الرحمن ان اتوجه الحقيقه لمعالي وزير التجاره واشكره على الخطوات الايجابيه والمؤثره اللي راح يكون لها اثر على المدى القريب ان شاء الله والبعيد، واتمنى على معاليه اولا ان 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 ان, أن تدعم هيئه جمعيه حمايه المستهلك بان يقر مجلس ادارتها أن إذا كانت الجمعية فيها نوع من الشبهات أن تحل مكافحة الفساد للتفتيش والتحقق وإصدار رأي موضوعي شفاف للناس، وأن تدعم بأن تعطى ما تستحقه من الموارد، لأنها بلا موارد لن تستطيع العمل. هذا أمر الحقيقة حساس جدا. والنقطة الأهم أني أؤكد على ما ذكر الأستاذ صالح القليل من معالي سعة الوكيل من أنه تعجيل في عملية تحديث الأنظمة، وبالذات النقطة الهامة فيها اللي هي جزئية العقوبات والمخالفات، وأيضا الجمعيات الاستهلاكية في الأحياء بأن تدعم بشكل أو بآخر مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن المتضرر الأكبر في مجتمعنا السعودي هم قليلي الدخل. فالحقيقة أتمنى لهم التوفيق على الخطوات اللي يتخذونها، وإن شاء الله أتمنى أن نرى المزيد. طبعا وزارة التجارة اليوم في صحيفة الاقتصادية دافعت عن نفسها، قالت أنه النظام يمنحنا حق التشهير بالتجار المتلاعبين. نعم. وبالتأكيد وزارة لم تقم بالتشهير إلا استنادا على أنظمة تخولها هذا الشيء. في ناس كثير لاحظوا أن الصحف ووسائل الإعلام ما نشرت أسماء التجار المخالفين، يعني كأنهم ما اقتنعوا بقرارات وزارة التجارة اللي هي اتخذتها. الصحف الحقيقة الصحف والوسائل بعض وسائل الإعلام وبالذات الخاصة اللي تعتمد على الإعلانات التجارية، تعتمد الحقيقة على يعني على هؤلاء التجار، لا تريد أن تكسر في خواطرهم، وبالتالي هي المتضررة في النهاية. هذا مو بكسر خواطر، هذا مدارات. نعم. هذا سكوت عن غش. النظام يخول الجهة المعنية أنها تشهر بهم، ليش ما تنشر التشهير؟ نحن هنا في برنامج إعلامي في قناة وطنية سعودية فاعلة الحقيقة ولها تأثير على عند متخذ القرار وعند المواطن. أيضا يجب أن تكون هناك الصحف ينبغي عليها أن تقوم بدور مسؤولية وطنية. هذا ليس دور وطني الحقيقة عند امتناعها عن الحقيقة سلامتهم. لا يسوون إعلان، لا يسوون إعلان، يصححون أمورهم وبعدين هم مضطرين أنهم يسوون إعلان. هم مضطرين في 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 وسائل في الصحافة في الصحافة الناجعة. كل التجار الحقيقة يتسابقون على الإعلان فيها في هذه الصحف. ولكن نقطة مهمة جدا، يجب أن لا نتوقف عند الأسعار السلع الغذائية. يا أخي أنا في يعني اسمح لي الحقيقة من خلال هالبرنامج هذا أن أدعو الأستاذ صالح الخليل وسعادة الدكتور رشود الحقيقة إلى تبني قضية وموضوع أنا تضررت منه وأنا وغيري كثير من المواطنين. وشي هو الحقيقة أن تأتيني مكالمة جوال عن طريق شركة موبايلي بسعر الدقيقة 150 ريال. الدقيقة بكم؟ 150 ريال، وأن يتم دفع رسوم من خلال المراكز وأن تلحق هذه الرسوم بالحقيقة وتظهر بالفاتورة المطالبة بها مرة أخرى. اكتشفتها بالصدفة الحقيقة لأني كنت أثق في الشركة وتوجهاتها، ولكني اكتشفت بعد التحليل والرجوع للتاريخ التعامل معهم وجدت أن هذه الشركة وان غيري كثير وبحثت في الموضوع هذا الحقيقي، لا ما توقفت عند شخصي، بحثت وجدت ان الكثير من العملاء لهذه هيئه الاتصالات بشكل عام. هيئه الاتصالات اتمنى انك تفعل الشكوى معها. نعم. وليان الصيب مسابقات ليان الصيب ايضا وزاره التجاره اعلنوا انهم بلجنه مشتركه مع وزاره الاعلام بيوقفونها. ابو مشعل بن عرعر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. كيف حالك؟ سلام. يا هلا، تفضل باختصار، تكفى الوقت ادراك. انا من القريات ماني من عرعر. ايه ونعم والله فيك واهل القريات. انا بتكلم كلام واضح وصريح للدكتور صالح الدخيل. صالح الخليل تفضل. وكيل صالح الخليل. سم. طال عمرك انا احد منسوبي الوزاره. اي نعم. واحد المسؤولين عن الاسعار. مراقبة الاسعار. طال عمرك الدكتور كل الكلام اللي قاله مو صحيح بتاتا. وش اللي مو بصحيح؟ اللي صحيح، احنا نرفع الاسعار للوزاره الشؤون المستهلكه بشكل يومي. ونرفع لهم تقارير تثبت ارتفاع الاسعار والمغالاه للتجار، لكن ما تصدر اي عقوبه من الوزاره. القرار الملك اللي صادر من الملك عبد الله طول عمره يقول لنا نراقب الاسعار ونثبت على المواطن على التاجر اثبات رسمي انها مثلا رفع السعر بفواتير ونثبته ونرفع. طيب ابو مشعل كيف عرفت انهم ما يعاقبون؟ التجاره بسوي عمليه ديكور، عمليه لا تكلم. ابو مشعل كيف عرفت انهم ما يعاقبون؟ انت مهمتك ترفع اشعار المخالفات وهم يمكنهم يعاقبون، كيف ما دريت؟ انا موجودين عندي بالبلد.
ما عاقبوها. ما صدر عليهم شيء، اصلا صدر يجيني انا وانا نفذ. عندك الاثباتات انهم ما عاقبوهم وهم مخالفين؟ موجودين بدون ما انت الحين تروح تجي المبرر وتروح تتكلم والله. طيب ومشعل المقريات، احنا عندنا وسيله الاتصال بك، واذا احتجناك في اي معلومه نقدمها للوزاره احنا مستعدين، يعطيك العافيه. الوقت ادركنا. عبد العزيز ناخذه قبل نختم الحلقه. طيب عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. يا هلا والله. عليكم السلام عبد العزيز تفضل. مسيك بالخير عمرك. الله يمسيك بالنور يا هلا. يا طول العمر حنا ماكولين ومجحودين. شلون؟ حنا طال عمرك ماكولين ومجحودين. من اللي ماكلك؟ ناكلنا طال عمرك اللي يتبرمون في الاسعار، هل البقالات وهل المحطات. حنا في مناطق نايه. ايه؟ ما فيها لا وزاره التجاره ولا مراقبين ولا فيها شيء. نعيرية ما فيها شيء. نجي المحل نعم، نجي المحل نعين فيه السعر بالشيء المعلوم والسعر الثاني نزود عليه 3 تريال 4 تريال 5 تريال. ولا حد يحاسبه ولا يسأله. إذا جيت قال هذه أسعارها، شلون هذه أسعارها والبقالة الثانية سعرها أرخص منك؟ طيب عبد العزيز ما قدمتوا شكوى؟ أروح البلدية يقولون لك طال عمرك لا تشتري منه، خله روح المحل ثاني، شلون أروح المحل ثاني طيب؟ طيب يعطيك العافية، وضحت النقطة. يا جماعة المحافظات بحاجة إلى أنه يكون في رقابة على أسعارهم. كثير من سكان المحافظات اشتكوا لنا من قبل الحلقة وقالوا أنه ما في رقابة على الأسعار، مثل ما تفضل عبد العزيز قال، إذا رحنا لهم يقولون اتركه مو بحل، نبي الرقابة اللي توقع العقوبة. نقطة أخيرة 30 ثانية انتهينا. نعم 30 ثانية. الحقيقة السيطرة على الأسعار لا تكون إلا باكتشاف تكلفة السلعة من المصنع أو من المنتج أو من أرض المنشأ، وبالتالي عملية إيش المبالغة فيها اللي تتم من خلال المستورد إلى تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة إلى المعرض إلى المستهلك النهائي. هذه عملية تجد في المصنع سعر المصنع، أريد أن أختم، سعر المصنع ريال وتجدها تصل المستهلك النهائي 10 ريال. يجب أن وزارة التجارة الهامش هامش الربح أضبطه. ينبغي على عبد الرحمن محمد الزمان الخبير المالي والاقتصادي عضو الهيئة العالمية لخبراء المخاطر، شكرا لك. تقبل في الختام تحيات فريق عمل البرنامج من إعداد منار أمير، فيصل حربي، منصور الطلحة، ومن المونتاج محمد العمار، والتصوير منصور الدوسري، عبد الله دحيم، سلطان رشيد، ومني عبد الرحمن الحسين، والمخرج عبد الله عنقري. نلقاكم 8 الثلاثاء في أمان الله.